إذن قلنا في حلقة سابقة أن البر السوري كان متصلا بالبر اليوناني في عصر الجليد، فكان الإنسان السوري يعبر إلى شبه جزيرة المورا تسمى، التي هي اليونان حاليا. فحينما انحسر الجليد وبدأ شمالا وجنوبا بالذوبان، كميات كبيرة من المياه يقدرها العالم الروسي كوندراتوف في كتابه الطوفان الكبير. طبعا لم نستطيع الحصول على نسخة من هذا الكتاب أو حتى صورة لهذا الكتاب. يقدر كمية المياه التي ذابت وزنها أكثر من وزن سلسلة جبال القفقاز مجتمعة. هذه المياه التي انحدرت للمحيطات والأنهار زادت كمية المياه في البحار والمحيطات. نتيجة لذلك ارتفعت منسوبات مياه المحيطات ما بين 140 إلى 200 متر، ولذلك نتيجة لذلك البر الرابط بين البر السوري واليوناني كما كان في العصر الجليدي غرق أكمله بالمياه، ولم يبقى سوى رؤوس الجبال بارزة على شكل جزر في الوقت الحالي. فعندما ننظر للبر السوري واليوناني كما قلنا نرى شاطئا مفصوصا بالجزر. رؤوس الجبال القديمة التي غمرها المياه أصبح لم يبق منها إلا القمة، فتحولت إلى جزر التي دعاها العرب قديما بسقلاثي، وأيضا بالعربية القديمة والفينيقية كانت تدعى كيكلاثي أي أقراص العجين. إذن إما تدعى سقلاثي أو كيكلاثي أي أقراص العجين لأنها تبدو كأقراص العجين. الكاف وكل الأصوات الحلقية في اللاتينية إذا وقعت قبل آي أو إي بالإنجليزي أو واي تتحول إلى سين، والثاء في اللاتينية تحولت إلى دال وأصبحت تسمى سقلادي مع إضافة حرف السين للكلمة لتصبح سقلاديس، اللي هي المنطقة الفاصلة بين البر السوري والبر اليوناني كان يدعى الآن حاليا بسقلاديس كما نرى في الصورة. أما في منطقة شبه أو شرق شبه جزيرة العربية كانت منطقة ساحل خصيب جدا تجري فيه نهر دجلة والفرات، ويأتي أيضا وادي الدواسر من شبه جزيرة العرب من جبال السراء بعد أن يرفده وادي بيشة ووادي السرحان. طبعا هذه المناطق كلها في المملكة العربية السعودية، ووادي كارة مكونا بحرا عظيما كبحر النيل، ويعزز الزراعة على جانبيه طبعا. ويصب في منطقة الخليج جنوب العراق الحالية ويتحد مع دجلة والفرات لتجري معا في هذا السهل الخصيب الذي تكون عبر عدة ملايين من السنين. تكون طبعا في قاع الخليج العربي، وكانت جميعا تصب في بحر العرب. هذا السهل الخصيب طبعا هو قاع الخليج العربي الحالي. إذن الخليج العربي الحالي المغمر بالمياه كان بالأساس، هذا ما نحاول توضيحه، كان بالأساس
سهل خصيب عندما ارتفعت مناسيب مياه البحار كما في طوفان نوح عليه السلام. أعتقد أن هذا هو الطوفان الذي يتكلمون عنه. ارتفعت مناسيب مياه بحر العرب وأخذ يتقدم تدريجيا ليغمر هذا السهل الخصيب الذي هو قاع الخليج العربي. إذن طردت مياه المزارعين، فقد المزارعين أعمالهم، تكونت منطقة الخليج العربي المغمور بالمياه حاليا وغمر هذا السهل بالكامل. وبقيت بارزة قمم بعض الجبال كجزيرة فيلكة وبوبيان. سكان هذا السهل الخصيب الذي غمره مياه الخليج هاجروا كمزارعين إلى سهل شومر جنوب العراق أو سومر. إذن تم تسميتهم بالسومريين لأنهم سكنوا سهل شومر، وشومر تعني المخلص يعني السيفير باللغة الإنجليزية أو الشجاع باللغة العربية الفينيقية. المخلص أو الشجاع. وقسم منهم ذهب شرقا إلى سواحل الهند الغربية، الهند الحالية أو جزر الهند الغربية، وسميت حضارتهم بحضارة ما قبل الهندية وهي تعود إلى 1400 قبل الميلاد. يقول الكاتب الروسي أيضا كوندراتوف أيضا في كتابه الطوفان الكبير أن لغة السكان المدعوين بالدرواديين هي لغة شقيقة بلغة شبه جزيرة العرب. والدرواديين هي كلمة مكونة من مقطعين، الدال د التي هي لا تتعرف باللغة العربية القديمة السريانية، وروادي. روادي تعني راكبي البحر الذين جاءوا راكبين البحر، هكذا معنى الكلمة في الحفريات طبعا أو النقوش التاريخية. هي كلمة مكونة من رواد العربية وتعني ركب البحر أيضا باللغة العربية، باللغة العربية القديمة والقديمة جدا. د روادي، د أعتقد أنها بقيت عند المصريين بكلمة د مأخوذة من، سنأتي على شرحه فيما بعد. تحدثنا في الحلقة السابقة عن المنطقة الفاصلة بين البر السوري والبر اليوناني والتي سميناها سقلاديس، وكما ترون بالصورة مجموعة جزر جميلة جدا تربط بين تركيا واليونان أو سوريا قديما واليونان الحالية، تسمى جزر السيغلاديز، وهي جزر جميلة جدا موجودة بين تركيا حاليا وسوريا القديمة وسوريا القديمة واليونان القديمة، أو بين تركيا الحالية واليونان الحالية. وهي جزر جميلة جدا لمن يريد أن يبحث عنها، اسمها جزر سيغلاديز. سيغلاديز معروفة حتى في الجوجل أو في محركات البحث. أيضا قلنا أن الدروديين هي اللغة شقيقة بلغة شبه جزيرة العرب، والدرواديين هي كلمة مكونة من دا كما قلنا التي هي التعريف باللغة العربية القديمة السريانية، وروادي تعني راكبي البحر أو الذين جاءوا راكبين البحر كما قلنا، وهي من كلمة رواد العربية وتعني راكب البحر وهي باللغة العربية القديمة والفصحى من ردى أي سافر ومشى أو ركب البحر أو ذهب مسافرا. جزيرة الرواد السورية المعروفة جزيرة جميلة جدا كما نرى تعني أيضا جزيرة الرواد، يعني تعني راكبي البحر، وهم معروفين منذ القدم أنهم أمهر بحار العالم، بحارة العالم. فأرواد أيضا تعني راكب البحر. كلمة الدروايدي أو
الدرفايدي بالفاء. الدال هنا للتعريف كما تدل البحوث، يعني الدال للتعريف كما قلنا مثل الدال المصرية أظن، وسنأتي على ذكرها فيما بعد، مثل ال باللغة العربية. إذن الدال أداة التعريف، وروايدي تعني راكبي البحر والبحارة. في اللغات الشمالية تتحول الواو إلى فاء تصبح روايدي أو درفايدي، والأصل هو درفايدي، وهم يعني الذين شكلوا أول حضارة. قلنا أنهم هم أول من شكل أول حضارة في سواحل الهند، وسميت بالحضارة ما قبل الهندية، وكانت هي لغتهم هي اللغة الشقيقة لغة شبه جزيرة العرب. هناك الكثير من السواحل التي غمرت بالمياه، ومنها ميناء عمريت السوري في منطقة عمريت السورية الجميلة، منها ميناء الإسكندرية الجميلة أيضا في ساحل مصر. أيضا هذا الارتفاع في مناسيب المياه أدى ذلك الارتفاع لغرق كثير من المدن، أيضا غرق جزيرة أطلنطا التي يقال عنها أنها جزيرة مشهورة أو مجهولة، أو كما يقال عنها العاول، أو الجزيرة الغير موجودة لكنها حقيقة موجودة كما تثبت الحفريات، التي كان أول من اكتشفها العرب السوريون وتحدثوا عنها وسكنوها، تحدثوا عنها مثل ما تحدث عنها أفلاطون. معروف أفلاطون بليدو يسمى باللغة الإنجليزية أو أفلوطين، وهذا يفسر أيضا وصول العرب الفينيقيين إلى القارة الأمريكية بما في أمريكا الجنوبية تحديدا قبل ارتفاع مياه البحار والمحيطات. إذن البحوث تثبت أو تحاول أن تقول أن العرب وصلوا إلى القارة الأمريكية الجنوبية على الأقل قبل حدوث الانهيار أو الفيضان أو الطوفان المائي. قلنا أن العرب وصلوا، العرب السوريين القدماء وصلوا قبل المكتشف كولومبوس، حيث اكتشفت آثارهم في القارة الأمريكية، منها صخرة بارابيا في البرازيل كما ترون. الكتاب الذي يصف ذلك للكاتبة الألمانية هاينك سودهوف اسمه سوري كولومبوس، أي معذرة يا كولومبوس، يعني آسف يا كولومبوس، يعني المقصد أنه أن العرب السوريين القدماء وصلوا إلى القارة الأمريكية الجنوبية والشمالية تقريبا، أكل البرازيل والمايا قبل كريستوفر كولومبوس المكتشف الذي بعثه ملك إسبانيا في ذلك الوقت. إذن الكاتب الألماني هاينك سودهوف أصدرت كتاب اسمه سوري كولومبوس، تقول لقد اكتشف أن لغة المايا أو ما يدعى بحضارة المايا كما نرى بالصور لغة المايا أو حضارة المايا هي كلمة عربية تعني الماء، المايا الماء يعني قريبة جدا، أي القوم الذين جاءوا من الماء، ولقد جاءوا من الشرق، تقصد شرق اللي هي سوريا قديما كما قلنا، اتجهوا إلى الغرب اللي هو أمريكا الجنوبية كالبرازيل على سبيل المثال، أي القوم الذين جاءوا من الماء. إذن المايا كلمة عربية تعني الماء، أي القوم الذين جاءوا من الماء، ولقد جاءوا من الشرق وقاموا في المكسيك وبنوا الأهرامات أيضا هناك. أيضا اكتشفت العالم الألماني سودهوف أن لغة المايا هي لغة أرامية، ووضعت جدولا ما يقرب من
كلمة. إذن العلماء سوتهوف هاينك سوتهوف أثبتت أن لغة المايا هي لغة آرامية، ووضعت جدولا للغة المايا مكونا من 100 كلمة. مثلا تضع كلمة من المايا مثل كلمة يم وتكتب مقابلها لفظا كما يلفظ عند المايا يم، وهي تعني أيضا بالآرامية بحر، وحتى باللغة العربية وبلغة القرآن والعربية أيضا يم تعني بحر. إذن استنتجت أن لغة المايا هي لغة آرامية أي عربية، والآرامية هو اصطلاح للمؤرخين وهو إحدى اللهجات السريانية العربية القديمة. إذن يؤكد المؤرخين أيضا من حيث الأسبقية، وهذا علم الكرونولوجيا أيضا، أن شرق المتوسط سبق أوروبا بألاف السنين في الحضارة. يؤكد كل المؤرخين الغربيين أن جزر إيجا سبقت اليونان بالحضارة منذ زمن بعيد، أي أن الحضارة جاءت من الشرق إلى الغرب وليس العكس، وأن كريت سبقت شبه جزيرة المورا أي اليونان وإيطاليا حاليا. يؤكد المؤرخ والديورنت المشهور صاحب كتاب قصة حضارة أن قدامى الإغريق أو اليونانيين القدماء كانوا يطلقون على سكان جزيرة كريت، يطلقون عليها الفونيقي أي الفينيقيين، وأن لغة كريت هي لغة شقيقة للغة شرق المتوسط، وأن لغة كريت هي لغة شقيقة للغة شرق المتوسط سكانا وحضارة وسكانا وتقاليد، وأن أول المدن التي أسسها العرب أو عرب الشرق كان أولها كونوسوس في الشمال وحاجي ترياتي في الجنوب، وكونوسوس تعني المعبد أو المحفل، ممكن يشتق منها كلمة كنيس فيما بعد. إذن أول المدن التي سكنوها كانوا أسموها كونوسوس في الشمال، و كونوسوس هو تعني المعبد والمحفل. قلنا أن أول المدن التي أنشأها العرب هي كونوسوس في الشمال وحاجة رياتي في الجنوب، وأعتقد أن منها يعني حقيقة منها جاءت كلمة كنيس وكنيسة. كلمة حاجي ترياتي أيضا تعني محفل أو معبد أو عيد، وهي كلمة عربية أيضا أو مهرجان أو احتفال. ترياتي تعني الصيادين، وهي كلمة عربية أيضا سريانية وفينيقية. لو رجعنا للأساطير الإغريقية، وهي بالمناسبة أساطير عربية، مثلا قصة قدموس وأوروبا، هذا الأسطورة هي جزء من تراثنا، من تراث التاريخ العربي. حتى أسماء المواقع والقارات هي أسماء عربية قديمة. أوروبا مثلا هي بنت أجينور ملك صوف، وهي أميرة سورية، وأخوتها قدموس وفينيق وكيليك وغاليان اختطفها زيو أو زيوس، أو يسموه الأوروبيين الإله زيوس، وزيو في العربية السورية القديمة تعني المضيء والمتلألئ. أعتقد أنه جاء منها كلمة الضيو أو الضيو أو ضياء أو زيو، حرفت إلى ضوء وهي كلمة زيوس. أيضا المنير حرفت مما بعد إلى زيو أو ضيو أو ضوء. أيضا كانت تدعى زوجته، زوجة زيوس تدعى هيرا، هيرا أي الحرة الشريفة، وليس أنها محتارة يعني، أنها أي الحرة الشريفة بنت الحسب والنسب. كان زيوس يسكن شبه جزيرة المورا، وحينما عاد للمنطقة ورأى أوروبا وفتن بجمالها، لم يكن أمامه إلا اختطافها، اختطف زيوس أوروبا وذهب بها إلى كريت، وهناك أنجب منها
رد مينا ومينا، ثم تركها في جزيرة كريت وعاد إلى زوجته حيرة في شبه جزيرة مورا. بعد أن وعدها أن يطلق اسمها على شمال المتوسط كله، فأطلق أوروبا منذ ذلك الوقت. إذن كلمة أوروبا أيضا تعني كلمة عربية أساسا كما فهمنا، واسم جدتها لأبيها هو ليبيا. أطلق الاسم على جنوب المتوسط كله. طبعا ليبيا تعني المغرية، وأولاد أوروبا مينا وردمنتا هم الذين تحكموا في التجارة في البحر المتوسط تلك الفترة، ودعيت عند المؤرخين حضارة كريت بالحضارة الميناوية نسبة إلى مينا ابن أوروبا. إذن كل العلوم وحتى الأساطير تؤكد قدوم الحضارة من شرق المتوسط أي الإنسان السوري القديم إلى غربه جزيرة كريت وأوروبا. ولتوضيح الأسطورة، تقول الأسطورة أن قدموس كادمو باللغة الإنجليزية واللاتينية كان شقيق أوروبا، فكان أمراء من مدينة سور اليونانية وكانت تتمشى على الشاطئ. رأت ثور جميل، هذا الثور تبين يعني ركبت على ظهره، فثبت أنه يعني تبين أنه زيوس الإله القوي يعني، فقام بخطفها إلى جزيرة كريت في اليونان وتزوجها وأنجب منها. فالآلهة الإناث ثأرت وغضبت جدا منها، والآلهة الذكور أيضا شعروا بالغيرة. شقيقها كادمو قدموس حاول إرجاعها، ولكن زيوس رفض، طبعا زيوس إله قوي، فوضعها في قلعة وأنجب منها ابنين، أحدهما اسمه مينا أو مينوس الذي أنشأ الحضارة المينوسية، الحضارة المينوسية في اليونان فيما بعد. وهذا يثبت أيضا أن الحضارة المينوسية أثرت، أو الفينيقية أو الإنسان السوري القديم أثر في الحضارة اليونانية وليس العكس، بأن الإنسان جاء من الشرق إلى الغرب. المهم قام بإنقاذها، والآلهة قتلت أوروبا، الآلهة الإناث قتلتها من الغيرة، وغضب زيوس جدا وأسمع أطلق اسمها على أوروبا كاملة. وهذا يثبت أن الإنسان الباطن جاء من الشرق وإلى الغرب وليس من اليونان إلى الشرق. نهاية أو خاتمة الحلقة الثانية تابعونا في الحلقات الأخرى، ولا تنسوا التعليقات ولا تنسوا الدعوة.